بدعوات للسلامة وبتراتيل تسبح السيدة العذراء، هكذا اختتم في محافظة حلب الشهر المريمي، شهر تكريم مريم العذراء. كل يوم ساعة 6 بنجي على الكنيسة، نحن منصلي المسبحة الوردية ومنصلي لسوريا ومنصلي للشعب وللبلد ومنصلي لجيشنا العربي السوري. أنا بقول بنهاية الشهر المريمي نحن كان الشهر شهر مميز علينا، وخاصة بعد خلاص حلب من الإرهاب ومن هالشي، وبنشكر أول شي جيشنا وكل يوم منصلي له بكل لحظة وبكل دقيقة أنه الله يحمي الجيش وينصره على هالإرهاب. شهر تكون شهر سلام لكل سوريا، والله يخلينا الجيش العربي السوري. هلا نحن مبسوطين بحلب انه يعني رجعنا نعيش من اول وجديد عم نفس الايام الماضيه اللي كنا نعيشها، يعني كل شيء عم نرجع من اول وجديد، عم نتذكر كل شيء، السوق، الصلاه. نتشكر الجيش اللي خلانا الامان تعم بحلب كلها. وفي نهاية الصلاة تمت مباركة الأحياء المحيطة بالكنيسة والاحتفال بهذه المناسبة بعد معاناة من الإرهاب عاشها أهالي حلب على مر السنوات. هي رسالة سلام تتجسد بحلول شهر رمضان الكريم وختام الشهر المريمي المقدس، تحملها أرض المحبة سوريا.